السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم المهندس محمد حسن من قناة نسمات زراعية. قبل بداية الفيديو يا ريت تدعمنا باللايك والسبسكرايب، وفي آخر الفيديو لو عجبك الفيديو تكتب لنا تعليق ايه اللي عجبك وايه اللي ما عجبك في الفيديو. ان شاء الله هناخد النهاردة عقل التين ونجرب عليها هرمونات التجذير مع جزء منها ونشوف النتائج ان شاء الله. تمام، بس العقلة 20 سم ممتازة جدا، السمك 1 سم ممتاز جدا. دي العقل الأحسن الأفضل طبعا هي يتم تنظيفها، لربما يكون تحتوي على حشرات. تنظف تغسل ممكن بمية وصابون مفيش أي مشكلة. أفضل موعد لأخذ عقل التين من منتصف يناير حتى منتصف فبراير، اللي هي فترة تساقط الأوراق في شجرة التين. في وقت الزراعة لازم نحمي الشجرة من العقلة من البرد الشديد، يعني ممكن نحفظهم تحت الأنفاق البلاستيكية لو كانت الكمية كبيرة، أو لو كمية قليلة ممكن نشيلها أو نحفظها في مكان دافي يكون يعني في إضاءة كافية للعقلة ويكون دافي، نبعدها بعيد من برودة الشتاء. انا زي زراعة عقل التين، ان شاء الله هنجرب عقلتين مع هرمون تجذير، عقلتين بدون هرمون تجذير. الهرمون التجذير هنضيفه في المراكن او العلب اللي فيها خرطوم او ايه، بدون هرمون تجذير ما فيها خرطوم. تمام، بسم الله. الطريقة نغمس بس العقلة كده نفتح خلاص كده. بسم الله، تقريبا 10 سم تحت التربة ممتازة جدا. دي مع هرمون تجذير برضو، حاجة التفريغ من الهواء. دي بتدق هالاثنين بدون هرمون تجذير. افرغهم لا دي امس بعد كده بنسقيهم ميه ونشوف ان شاء الله بعد فتره. بعد 20 يوم من زراعه العقل كانت في مفاجاه بصراحه، يعني ان اللي اتزرعت بدون هرمون تجذير كانت اسرع في النمو. الاثنين دول اتزرعوا بدون هرمون تجذير، الاثنين دول احنا معلمينهم بالليات او الخرطيم دي. هو في نمو طبعا بس اضعف شويه، يعني دي في بداية نموها لسه. مش هنحطهم جنب بعض نشوف الفرق بينهم. يعني أنا عقلتين بدون هرمون تجذير أسرع في النمو من العقلتين مع هرمون التجذير، يعني نتائج هرمون التجذير غير مجدية بالنسبة للعقلتين، يعني في تجربتي أنا عموما. يعني واضح قدامكم اهو اثنين من غير هرمون تجذير المهم اسرع وافضل، اثنين هذول مع هرمون التجذير. ممكن تتنقل الاشجار دي بعد شهر من دلوقتي، بحيث ان المجموع الجذري يكون يعني كبر شويه والشجره الشتله تتحمل ان هي تتنقل. 15 مارس هتتنقل عقل التين مفيش اي مشكلة.